تحياتي لكل عم بتابعوني عبر موقع الفن بفقرة التوقعات وتوقعاتنا للمرحلة المقبلة اللي رح نشهد فيها أزمة مصارف جديدة بأمريكا وانهيارات بسوق الأوراق المالية والنقدية تقريبا وبشكل قريب جدا، وكمان حنشوف ضرب للمحطات أو ضرب محطات الطاقة النووية بروسيا، كأنه حنشوف فيه هجوم أوكراني، فيه هجوم لضرب المحطات أو الطاقة النووية بروسيا. ضلكم بألف خير وباي باي.